Do 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 مشاهدينا الكرام صح شربتكم اهلا وسهلا بكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حلقه استثنائيه حلقه خاصه مباشره على قناه القلم تخصصها القناه على اثر عاشته بلادنا اثر اغتيال النائب الشهيد محمد ابراهيمي. هذه الحلقه ستكون خاصه بهذا الحدث الجلل واكيد انه مش يكون بلاتو فيه الكثير من الضيوف. ومش يكون التواصل بيننا وبينكم عن طريق المشاهدة المباشرة أو عن طريق المشاركة في الصفحة الرسمية الفيسبوك الخاصة بزدني علما وإلا عن طريق البريد الإلكتروني فمرحبا بالجميع مرحبا بالجميع في زدني علما في هذه الحلقه الاستثنائيه والمباشره في حدث جلل تعيشه بلادنا على اثر اغتيال النائب الشهيد محمد ابراهيمي. مشاهدي الكرام قال الله تعالى: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. صدق الله العظيم. هذه الايه الكريمه مشاهدي الاعزاء تشدد على فظاعه قتل النفس البشريه في مقابل هذا هي تعظم شان من يحيي النفس البشريه بل ويحافظ عليها لا شك ان اسئله كثيره تطرح هذه الايام في الشارع التونسي هل من المعقول هل من المنطقي هل من المقبول ان المسلم يقتل خوه المسلم خاصه في شهر كريم تنتشر فيه القيم النبيلة والسمحاء هل من المقبول أن هذه الأحداث تقع في شهر تكثر فيه السماحة والتحابب والتراحم والتضامن والتكاتف بين أفراد المجتمع الواحد أسئلة كثيرة يمكن أن تطرح في هذا الشأن ما هو دورنا اليوم وكيف نتعامل مع هذا الحدث وكيف نتفاعل معه جميعاً لاننا نرفض رفضا قاطعا ومطلقا الاعتداء، العنف، القتل. كيفاش دور السياسي؟ كيفاش دور المواطن العادي؟ كيفاش دور الاعلام يكون اليوم في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه المرحله الدقيقه اللي تعيشها بلادنا في هذه الفتره. كيف نستطيع ان ندير خلافاتنا مهما كانت الاسباب، مهما كانت الايديولوجيات. كيف نستطيع ان ندير هذه الخلافات؟ ونرتقي بها إلى مستوى التعايش السلمي بيننا جميعا كيف أيضا نستطيع أن نشيع قيم التسامح قيم التراحم قيم التعاضد قيم المحبة اللي نادى بها ديننا واللي تنادي بها الأعراف وتنادي بها المجتمعات ونبتعد قدر المستطاع نبتعد قدر المستطاع عن البغضاء عن الكراهية عن الحقد وهذا هو فعلا التونسي هذا هو فعلا المواطن التونسي اللي مليان في قلبه خير واللي مليان في قلبه محبة للآخر أكيد أن هذه الأسئلة تطرح في أذهانكم وإحنا الليلة مش نخصوها في هذه الحلقة المباشرة والاستثنائية على قناة القلم وكبة لهذا الحدث معكم أنتم سنطرح هذه الأسئلة ومع ضيفين كريمين في الاستوديو يشرفونا بحضورهم الليلة أهلا وسهلا بالأستاذ أحمد بوشحيمة مختص في العلوم الشرعية مرحبا بك يا سي أحمد السلام عليكم أهلا وسهلا بك أخي نوري بدءا نقول احسن الله عزاء الشعب التونسي في الفقيد الشهيد محمد إبراهيم واحسن الله عزاء عائلته الكريمه ونسال الله ان يرزق الجميع جميل الصبر والسلوان وان يرحم الفقيد العزيز رحمه واسعه وان يسكنه فراديس الجنان امين رب العالمين ربي يرحمه ايضا يشرفنا ان يكون حاضر بيننا في الاستوديو في هذا البث المباشر الاستاذ محمد المدنيني مختص ايضا في العلوم الشرعيه مرحبا بك سي محمد وبيك اكثر اهلا وسهلا بجميع المشاهدين تقبل الله صلاتهم وصيامهم وقيامهم وفي البداية لابد أن أقدم تعازي أسرة قناة القلم لعائلة الفقيد محمد الإبراهيمي وكذلك لجميع الذين سقطوا في ارض مصر وفي كل البلاد العربيه والاسلاميه باعتبارنا امة اذا ما اصيب جزء من اجزائها فان الجسد لابد من ان يستجيب ونحن نريد من هذا الجسد ان يكون دائما متكاتفا متعاضدا متراصا بوحدته وان شاء الله ربي بقى الستر علينا جميعا مشاهدينا الاعزاء في هذا البث المباشر منطلقنا دائما انتم لان يعني البرنامج تفاعلي بيننا وبينكم ولذلك مش يكون الحضور الخاص بكم انتم مكثف الليله من خلال روبورتاجات ونحاول أن يكون هذا التفاعل حاصل ما بين ضيوفنا وما بين كذلك التدخلات الموجوده في الروبورتاجات منطلقنا روبورتاج خلينا نشوف الشارع التونسي المواطن التونسي كيفاش تقبل هذا الحدث وخبر هذا المصاب الجلل شنو اثر قتل المسلم في نفسيه المسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بطبيعه الحال كل من هو يقول انا مسلم اعتقد انه اثر مقتل انسان مسلم في نفسيه انسان مسلم لابد انه يكون خدش عميق وجرح عميق جدا قد لا يداوي. عشت اسف ياسر معناتها في رمضان وصايم وبو خمسه صغار يقتلوه معناتها شيء اسف. حاجه قال عليها لا ربي للرسول فهمتني؟ ما حاجه خايبه ياسر متنا نكونوا اخوه باللي حتى يكون كم يقول لك هو يقول لك, يقول لك حتى عدوك ما تشيلوش الموت اعتقادي انه كل مسلم يرفض رفض قاطع عمليه استباحه دم مسلم او دم اي انسان تحت اي مسمى كان. قتل الانسان لا يمكن ان يكون الا تحت طائله القانون. اثر سيء جدا تعرف الدين تاعنا ما يسمحش وقتل النفس البشريه حرام في حرام. نراها حاجه ما هيش فيها الرحمه وفيها دين الاسلام ونراها اللي كوننا احنا في بعضنا داخلين بعضنا وما عندناش حنيه والله ربي يستر وربي يجازي اللي كان سبب من قتل نفسا بغير نفس فكانما قتل الناس جميعا هذه معروفه معنا انسان مسلم الوقت انسان يقتل مسلم عندي انا ما هوش لا جهاد ولا هو أه ولا معناها ظلم ولا معناها ارهاب ارهاب بما تم عن الكلمه والله اقسم بالله شيء تعب شيء اسف 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 اسف, أسف بالقد اكبر حرام حرام حاجه ما تجيش كومبليتمون احنا ما احناش مستسلمين بشيء هذا اسفنا ياسر ما بلدنا دخلت في حيط بلدنا مشات في هاويه اذا ما نقبلهاش دويكا سي مشينا كيفاش ممكن نتعامل مع حادثه قتل نائب المجلس التاسيسي؟ التعامل يكون بجانبين، جانب قانوني جنائي وجانب سياسي. سياسيا التعامل مع هؤلاء الناس الذين يستبيحون يعني قتل الاخرين المختلفين عنهم وجنائي بان يشتغل القانون وتشتغل المحاكم من اجل تحويلهم الى العداله ولكي ياخذوا القصاص الذي يليق بهم. يلزمهم يشوفوا حل للاغتيال، ما كانش عندنا في تونس تو تو عندنا في تونس حاله الاغتيال بداوا بشكري بالعيد وكملوا به هو ومازال حتى ترى شكون بعده. والله التعامل معها با. لا يمكن المرور عليها مره الكرام لا يمكن ده ده السكوت عنها تماما ولا يمكن ايضا تهويلها كما نشوفوا تويكا لازم اللي قتلوها قوه في الساحه باش يعملوا عبر شكون يعتبر ان الحكومه اللي تو كل شيء انت روح تخرج. فهمتني وتعطي الغيره اللي هو ما اخضر وما اقوى والا هي تشوف حل واحد يزم الحكومه اللي شدتها تتحل يزي هي ثم عندها مهله هي خذيت من الاول مهله عام باش تحضر لنا الدستور وكما نقولوا احنا تعمل شويه حلول في البلاد وتجي وتقع انتخابات انتخبناها باتفاقيه عام توفيته العام قريب العامين ما قدروش يقوموا بالمهمه نتاعهم لما ما وحدهم يكرموا لحيتهم بيدهم ويخرجوا هذا رايكم مشاهدي الاعزاء واكيد انه يهمنا كثيرا ان نستمع الى ارائكم الى مواقفكم الى اصواتكم والى تعليقكم على الحدث وما يصير وما يجد في تونس في هذه الفتره لذلك كما قلنا التواصل بيننا حاصل سواء كان عن طريق الصفحة الرسمية الفيسبوك لزدني علما وإلا عن طريق ما تقترحونه ولا ما تعلقون على بعض ما يرد في حلقة زدني علما في البريد الإلكتروني قلنا أنه بداية حرمة النفس البشرية عظيمة مكانتها كبيرة في الدين الإسلامي ولا شك أن كل مؤمن يرى أن هذه النفس هي أمانة من عند ربي وهذه الأمانة لابد أن نحافظ عليها قيمة هذه النفس البشرية منزلة هذه النفس البشرية في الدين الإسلامي في ديننا الحنيف نحاول أن نتعرف عليها من خلال حضور الأستاذ أحمد بوشحيمة لأن سي أحمد هذه المنزلة كرمها الله مكانة كبيرة وعظيمة وهذه العظمة لا بد أن نحافظ عليها لأنه أمانة واللي الأمانة ربي بإذن الله يستر ويحفظه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدي وحبيبي محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه النفس البشريه لها قيمه عظيمه عند الله تعالى البشر الذي خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته الكرام ليس هناك قيمه اعظم من هذه القيمه ان الله شرف الانسان بان خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته والروح البشريه عزيزه على الله سبحانه وتعالى حتى انه في الحديث الشريف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم يعني شوف قديش لزوال كيف. الدنيا لزوال الدنيا نعم لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم شوف قديش النفس البشرية عزيزة نعم. على خالقها نعم. وفي حديث آخر يقول سيدي رسول الله صلى, صلى الله عليه وسلم. وسلم لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله عز وجل في النار وهذا الحديث حسن يعني شوف قديش ربي سبحانه وتعالى أعطى لهذه النفس قيمة وحرمة وحرمة النفس البشرية ليس فقط في عدم قتلها وإنما في صونها في كرامتها في كرامة الإنسان في تلكم الحقوق اللي سموها العباد حقوق الإنسان واللي ربي سبحانه وتعالى أعطاها للإنسان في القرآن الكريم وفي شريعة الإسلام وفي كل الشرائع الإسلامية وفي كل الشرائع السماوية نعم. الله سبحانه وتعالى حرم قتل النفس والآية التي استهللت بها حديثك كانت في من سورة المائدة, المائدة. على إثر قصة قتل قابيل لهابيل تعقيبا عليها يقول المولى جل شأنه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فإنسان واحد يمكن أن يمثل كل الناس الذي قتل انسانا غدرا وغيلة فكانه اعتدى على البشريه كلها اعتدى على الناس جميعا لان اي واحد من البشر قيمته عند الله تساوي قيمه البشر كلهم. نعم هو النفس البشريه مثل ما هي عزيزه على خليقة، لازم تكون زاد عزيزه على مولاها سي احمد معناها يحافظ عليها لازم يصون هذه الامانه ايضا فما بالك بالاخر. هذا مؤكد نعم ولذلك الله تعالى يقول في سوره النساء ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا نعم فكما انه حرم اعتداء انسان على انسان بالقتل حرم على الانسان ان يقتل نفسه بنفسه لان الروح هذه امانه اودعها الله في المخلوق ولا يمكن ان يسترد الامانه الا صاحبها نعم وليس لاحد الحق في ان يمس هذه الامانه بسوء. نعم. الايه الكريمه اللي استشهدنا بها من سوره المائده سي احمد تشدد على فظاعه قتل النفس البشريه. في المقابل سي محمد في الاطار نفسه تدعو الى الحفاظ على النفس البشريه. ومن يحيي النفس فكانما احياها. احيا نعم. النفوس جميعا ومن احيا نفسا فكأنما احيا الناس جميعا, جميعاً. نعم. باش نتواصل مع الاستاذ احمد انطلاقا من هذه الايه من سوره المائده نعم ربي سبحانه وتعالى جعل قتل النفس كبيره من الكبائر تاتي مباشره بعد الكفر بعد الكفر بالله هي. تاتي تاتي مساله قتل قتل النفس ومن اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا لا. ان الله سبحانه وتعالى اعتبر النوع الانساني بمثابه اسره واحده واعتبر الاعتداء على نفس واحده من هذه الاسره اعتداء على النوع البشري لماذا لان هذا الانسان هو بنيان الله وملعون من هدمه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ان الذي خلق هذا الانسان واشرف على هذا الخلق واسجد له الملائكه هذا لا يمكن ان يعتد عليه الكعبه نفسها الكعبه نفسها الكعبه في حرمتها عظيمه ولكن ولكن حرمه المسلم هي هي اعظم وملاحظه اخيره فيما يتصل بقتل النفس قتل النفس مهما كان انتماؤها من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس مهما كان انتمائها او دينها مهما كان انتماؤها أو دينها نعم باعتبار ان الله سبحانه وتعالى كرم بني ادم ولقد كرمنا بني, بني آدم, ادم ومن مظاهر التكريم ان يستوي الناس جميعا في القيمه الانسانيه فلا يمكن ان يعتدى عليها. نعم هو الحقيقه مهما تنوعت الاجناس مهما اختلفت الاجناس مهما اختلفت الاديان يا سيدي نختلفوا وقد ربما نصل إلى مغايرة تامة في الأراء وفي المواقف ولكن هذا ما يوصلش أنه المسلم يقتل خو المسلم سي محمد أيا كانت هذه الأسباب لا بمنطق الشرع لا بمنطق العقل البشري لا بمنطق العرف لا بمنطق العادة أن الإنسان يوصل أنه يقتل نفس بشرية نعم. سواء كان بحق أو بغير حق لأن هذا ليس من الدين هو هو ممكن ان يكون بغير حق نعم. اما بغير حق ففي اطار في اطار القانون نعم وقت اللي نرجع الدين نتبين على ان الله سبحانه وتعالى جعل هذه الامه امه واحده نعم. نحن نقول احنا من امه محمد صلى الله صلى عليه وسلم, وسلم. هذه الاولى ثانية اننا في شهر مبارك عظيم هذا الشهر تتنزل بركاته على جميع المسلمين نعم. المسلمون وهم صائمون كلهم صايمين الصايم يقتل في الصايم المسلم يقتل في المسلم وفي شهر في شهر رمضان حصل في في تونس وحصل كذلك في مصر وقاعد يحصل في, في, بعض في سوريا يقول القائل لما اصبح دم المسلم دما رخيصا مع ان القران وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغلظوا أو تغلظوا أو تشددوا النهي على على القتل. وهم أبناء دين واحد. أبناء دين واحد. وهم أمة واحدة. كيفاش يوصل أنه المسلم يستبيح دم أخوه المسلم؟ معناها عجيب غريب أن الإنسان يوصل إلى هذه المرحلة. يوصل اسمع إذا كان بعد الدين وإذا كان الوازع الديني ما قاش موجود يفعل الأخو في أخيه ما لا يفعله العدو في عدوه. يا الى هذه دلوقتي. الدرجه وصلنا الى هذه الدرجه وكيف نستطيع ان نتخلص من هذه الاوضاع دلوقتي. سي احمد هو لو سمحت استاذ نوري انت ذكرت الاختلاف انه ليس مبررا للاعتداء انسان على انسان هو الاختلاف سنه في خلق الله الله يقول تعالى يقول الله تعالى ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم فالله جعل الاختلاف سنة في حياة الناس نعم. وهو من عناصر الامتحان وهو من عناصر الاستخلاف في هذه الأرض حتى يتحقق معناها هذا التواصل حتى نرى من ينجح في الامتحان وكيف يواجه هذا الاختلاف هل يواجهه بالعدوان والله تعالى يقول ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين, المعتدين. نعم. أم يواجهه بالحوار نعم. ويواجهه بالسماحة ويواجهه معناها التعامل الإيجابي الله تعالى حاور إبليس فكيف لا نتحاور ونحن إخوة كيف لا نتعلم من أخلاق الله ومن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع الفرقاء في الدين وفي الرأي وفي العقيدة كيف كان يتعامل معهم؟ كان يتعامل معهم بالحسنى. كانوا يسبونه فلا يرد عليهم، ها؟ أه؟ أه وانما يدعوهم بالتي هي احسن، ويعطي المثل الطيب، ولا يكافئ من عامله بالسوء سوءا. نعم. هذه اخلاق ديننا، وهذه اخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذه اخلاق القران. اللي يبينها ربي في كتابه العزيز معناها نجم نكون انت في حزب وانا في حزب نجم نكون انت عندك ايديولوجيا معينه وانا اؤمن بايديولوجيا اخرى مختلفه ومع ذلك لا نتقاتل لأن الله سبحانه وتعالى امرنا بان نجادل بالحكمه والموعظه الحسنه ليس هناك اي مبرر نعم. للاعتداء نعم. هو ربي حرم الاعتداء حتى على الحيوان وحرم الاعتداء حتى على النبات وحرم الاعتداء وحرم الاعتداء على البيئه صحيح. يقول رسول الله صلى, صلى الله عليه وسلم. وسلم من قتل عصفورا بغير حقه أه؟ يحاسبه الله عليه يوم القيامه عصفور اللي هو مخلوق ضعيف صغير لانه كائن ومخلوق نعم العصفور هذا يعج الى الله يوم القيامه ويقول نعم. يقول قتلني فلان ع... فلان قتلني فلان نعم. عبثا نعم. ولم يقتلني لمنفعه نعم أن يعني يتكلم نعم. هذا الحيو... هذا هذا الحيوان هذا الطائر نعم. فما بالك اذا ما تجاوز الامر حد الـ حد الـ ان يعتدي الانسان على الانسان على كائن بشري هو سي سي محمد صحيح احنا في هذه الايام نعيش اوضاعا لحقيقة اليمه وهذا الالم لانه هناك فقيد لانه هناك شهيد ولا شك أن الدم التونسي غالي وعزيز كثيرا 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 ولا شك أننا عندما نصل إلى هذه المرحلة يبادرنا أول سؤال كيف نستطيع أن نتعامل كيف نستطيع أن نتفاعل مع هذا الحدث لأننا نرفض رفضا قاطعا كل أشكال العنف القتل التعنيف كيف نجم نوصل أنه نحد من ذلك سي محمد هل ترى بفرض قوة أم بسلاح آخر هو أقوى من قوة من قوة المادية فمش سلاح معنوي سلاح إيماني لأن الإيمان الحقيقي يدعو إلى التحابب والتكاتف والتعاضد ولا يدعو إلى التعنيف والتقتيل والاعتداء نعم ولو كان نأخذ المس... المسألة في مستوى الواقع الذي نعيشه ما الذي يجعل الانسان يعتدي على انسان اخر تمش طيب نتجاوز المساله مش حديث نتاع قتل ولات طيب في المصطلح المعاصر للاغتيال السياسي نعم والاغتيال السياسي هو عمليه قتل مبرمج لها مخطط لها ومدبره للقضاء او لتصفيه خصم سياسي نعم. لعامل او لاخر نعم. هذا وصلنا له في تونس في ست شهور مرتين وسبحان الله وقت اللي نرجع للتاريخ نرى ان عمليات الاغتيال السياسي في بلادنا كانت مرتبطه بالاستعمار ان يحدث ذلك بعد ثوره مباركه وبعد ان توافق التونسيون على جمله من القيم واهم القيم هذه الحريه اذا ما كنت تعبر عن رايك اذا ما كنت تنشط في دائره القانون اذا كنت اذا كنت تخضع لقواعد اللعبه الديمقراطيه فما الجاك ايها المؤمن ما الجاك الجاك ايها التونسي الى ان تعتمد العنف والى ان تعتمد التصفيه الجسديه هي راهي لاهي من ثقافتنا وله من تربيتنا وله من ديننا هيك علاش نقول الذي يقدم على مثل هذا العمل الشنيع لا يمكن باي حال من الاحوال ان يعتبر مسلما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتله كفر سباب المسلم فسوق وابتدأ بالسباب على اساس ان المعركه الماديه تنطلق اساسا من معركه كلاميه السباب والشتم والقذف والتعدي على الاعراض الى غير ذلك هي مقدمات من شانها ان تطور المساله الى حدود العنف المادي وهذا اللي وصلنا له الاوضاع كلها اتازمت للنفوس كلها اتشنجت الاحزاب والتيارات والمثقفين الى غير ذلك يتحملون مسؤوليه كبرى في هذا المجال راهي تونس هي امنا وجبنا نحو امنا ان نحسن ان نحسن اليها وما افضل شيء من احسن إليها ان نحافظ على ما فيها نعم هو سي محمد فما تكون يرى وخلينا نربط المساله بمفاهيم قد تكون منتشره عند البعض يرى ذلك وكانه يدخل في دائره الجهاد ومفهوم الجهاد مختلف تماما عن ذلك اسمها انت دخلتنا المنطقة اخرى نعم دخلتنا المنطقة اخرى والجهاد علاقة لا علاقه له بهذا الذي يحدث نعم ويلزم أنا تو بنص حديث رسول الله صلى, صلى الله, الله, الله عليه والسلام. وسلم قتل المسلم للمسلم كفر فكيف يمكن ان نتحدث عن, عن جهاد, جهاد في هذا الـ كيف بين المسلم والمسلم جهاد لا يصح المفهوم ما يمكنش لا يصح طبعا ما, ي... ما نعم. يمكنش اكثر نعم. من هكا اكثر من هكا احنا وقت اللي نرجع لديننا مش القتل نعم مش القتل وانما ترويع المسلمين نعم يعني لا يجوز للمسلم ان يروع مسلما آخر نعم ما وثم نعم. من اشار بسلاح على اخيه فان الملائكه تلعنه حتى تلعنه تلع الملائكه تلعنه حتى يدعه نعم. حتى لا يدعه والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا على لا تشر لا تشر بالسلاح الى اخيك فان الشيطان قد ينزغ قد ينزغ ما في يدك نعم. ولو كان اخاك من ابيك وامك يعني حتى ولو كان بالفدلك ما عندكش الحق لان ما عندكش الحق لانك تشاهد في وجه السلاح فعلا هذا بالفضل فما بالك اذا ما كان الامر جديا راهو اللي قاعد اللي قاعد صاير في بلادنا عجيب وعجيب وغريب وقت اللي تربطه بالقيم بتاع ديننا تلقاه بعيد وخالف تماما لقيم ناسر. الدين السمحه بعيد على وهذا ناسر. طبيعي ولكن مشاهدينا الكرام ما دور المثقف اليوم ما دور المفكر ما دور رجل السياسه ما دور رجل الاعلام ما دورك انت وانا في انه نتفاعل مع هذه المرحله الدقيقه في بلادنا هذا السؤال حاولنا ان نطرحوه عليكم من خلال روبرتاج ثاني والحديث فيه بقية في هذه السهرة وفي هذه الحلقة الاستثنائية والمباشرة على قناة القلم وسائل الاعلام في الوضعيه اللي تمر بها البلاد الاعلام يزمو يكون ما يهولش برشا يزمو اي كل حاجه يعطيها حقها تهدي انا نقول اكثر حاجه لازمنا هذه الاوضاع اللي موجوده في تونس فهمتني فما وسائل الاعلام تعطيك الصحيح فما وسائل الاعلام تشعل في النار فهمتني بلاد ماشي ناقصه نورمالمون راهو يركحوا شويه اللعب يعطيه الصحيح لا يزيدوا ولا ينقصوا ويقبل <applause> الموقف بالبي بالبي مع تورونا التفاصيل بكلها يعطيهم الصحة القنوات الكل حق وسائل الإعلام كانت ولا تزال حسب من منذ الثورة نتحدث وكانت ولا تزال يعني نتخيل أنا أكل كالذئاب اللي تنهش وغير تسمع حاجة بارك الناس كل تصب صبة واحدة وأعتقد أنه دورها سلبي جدا الآن أعتقد وسائل الاعلام اللي عندنا برشا قنوات هم اللي نجم تقول يحرضوا على ويجيبوا مثلا فلان وفلان اللي يعرفوه معناها كلامه ومنطقه مش باهي ويجيبوه ويفرضوه على العباد ويتكلم اليوم وغدوه وبعد غدوه ومعناها ويثير الفتنه في البلاد ثم برشا وسائل الإعلام وبرشا عباد معناها سياسيين هم اللي قاعدين يزيدوا يشعلوا في الدنيا. وسائل الاعلام زاد ما تاخذ موقف يلزمها تقعد تبع في القضيه مش تنسيها كما قضيه شكري بالعيد التعامل كان تعامل عاطفي انفعالي متشنج وهذا يمكن ان نتفاهمه لان المصاب جلل هناك استباحه لدم تونسي والدم التونسي هو دم غالي علينا جميعا خاصه في قيمه هذا الرجل وهذا المناضل شنو دور المساجد والأيام في المرحله هذه اللي تمر بها البلاد حسب رايك يهدوا شويه الوضع يزيد وعي المسلم يواعي التونسي بصفه عامه فهمتني باش نبعدوا على الغش ونبعدوا على العصبيه ونبعدوا على الفتنه ونبعدوا حتى على القتل. والله المساجد والائمه من من رايي انا معناتها ثم برشا عبيد عادي معناتها كما نقولوا احنا اللي بالحي من منشيره النهضه لا والنهضه والنهضه باز مش مش يعطيوها خطرهم هما تابعينها ما تهمهمش الروح البشريه وفما فما عبيد فما معناتها ائمه نسمع مثلا ال الخطبه نتاعهم واقعيين. حث المسلمين والمصلين على ضبط النفس وربما يعني ان يكونوا اكثر ت... تماسكا بدينهم واكثر لحمه في بعضهم واكثر هدوء والله يم... الأيام الائمه يكونوا محايدين والله بالنسبه للمساجد والائمه المفروض معناها يكونوا يبعيوا الشعب هذا ويحاولوا معناها ما يخليوش الوضع يخرج على السيطره هذه المساجد والائمه يخليوا السياسه على شيره ويخليوا الدين على شيره هم اللي يجموا ياثروا على شبابنا باش يوليوا متعصبين مش حتى متدينين متعصبين هما اللي اثروا عليهم خاطر بكلامهم هما بفهمينهم للدين غلط مش الكل فما ائمه من ائمه ما نكونوش معناتها محرضين على العنف سورتو خاصه فما العديد من المساجد من الائمه سورتو اللي تحرض على العنف وعلى الترشق التهم سورتو مشاهدينا الكرام ما معكم في هذا البث المباشر على قناة القلم في حلقة استثنائية وخاصة من زدني علما تقريبا تتواصل إلى حدود لحداش ونصف وكنا نشاهد فيكم وفي مشاهدتكم فما الكثير من الوعي بضرورة التعامل الحكيم مع مثل هذه الظروف اللي قاعدين نعيش فيها ولكن المسؤولية هل هي مسؤولية شخص واحد؟ أم هي مسؤولية جميع جماعية لابد أن الناس الكل تطلع فيها بدورها في بث قيم معينه رجل السياسه، رجل الاعلام، المواطن العادي، المثقف، المفكر، الناس الكل هذه الاطراف هذه الكل احمد عندهم مسؤوليه في مثل هذه المرحله الدقيقه اللي تعيشها بلادنا. نعم الاكيد ان المسؤوليه جماعيه وان المسؤوليه فرديه وجماعيه، يعني يتحمل فيها الفرد مسؤوليته وتتحمل فيها المجموعه الوطنيه، المجموعه اللي تتعايش في بلد واحد وفي وطن واحد واللي عندها التزامات نحو شعب ونحو وطن ونحو امة لابد ان يشعر كل بمسؤوليته وكانجيو نحدوا الاطراف نلقاوها تتعدد ولكن اهمها واللي تاثر تاثير مباشر في العباد هناك وسائل الاعلام وهناك المنابر الدينيه في المساجد وهناك معنى وسائل الإعلام بمختلف أطيافها وبمختلف مظاهرها وأشكالها المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الاجتماعية هذه كلها تلعب دور كبير إما وإما إما في تهدئة الأوضاع وإما في تأجيج نيران الفتنة والعياذ بالله هو سي أحمد يقول لك رالي أنا أنقل الواقع وسيلة الإعلام يقول لك انا اللي قاعد نشاهد فيه ولا قاعد نرى فيه وحاول ان انقله الى الاخر وهي قاعده تقوم بدور كبير في هذا المجال نعم الامانه تقتضي نقل الواقع نعم. كما هو من جميع الزوايا ولكن احيانا ربما البعض من وسائل الاعلام تجانب الواقع في انها تنقله من زاويه معينه وتخفي زاويه اخرى وهذا وهنا هو الخطر هذا لانه سيؤلب اصحاب تلك الزاويه التي اخفيت وغيبت سيؤلبها على المشهد العام والاجتماعي ولذلك وسيله الاعلام لابد ان يكون لها من النزاهه وان يكون لها من الجراه والصراحه والقوه القوه الايجابيه في ان تقدم المشهد بصدق وبشفافيه وبدون حسابات وبدون خلفيات أه؟ هذا هو رجل الاعلام النزيه الصادق. هذا عن الاعلام. هذا عن اليوم الاعلام. اليوم الامام في المسجد ايضا. الامام. شنو دوره في هذه المرحله؟ الامام دوره كبير وخطير جدا. نعم. لانه ينبغي ان يبث الوعي الديني الحقيقي الاسلامي. أه؟ آه الامام لابد ان يعظ الناس وان يبصرهم. نعم. وان يبصرهم. اجتماعيا وسياسيا ودينيا ومن جميع النواحي وعندما أقول سياسيا وأنا لست مع الذين يفصلون بين دور الإمام وبين التوجه السياسي وبين الأحداث السياسية لا الإمام لابد أن تكون له كلمة في المشهد السياسي هذه الكلمة ليست بالمفهوم الحزبي الضيق ليست بالمفهوم الذي ينحاز إلى طرف معين إنما بالمفهوم الذي معناها بينه الله في كتابه العزيز تلك المبادئ السياسيه الكبرى اللي يقوم عليها الحكم في الاسلام ومن منظور الاسلام اللي هي الشورى والحريه والعداله نعم. وهذه القيم هذه الكبرى اللي لابد ان ترسخ الامام لابد ان يوجه الناس نحو التاخي لابد ان يقول للفرقاء السياسيين لا تشتموا بعضكم البعض وإنما اجلسوا على طاولة حوار وتحدثوا النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم عندما تحول من المجتمع المكي إلى المجتمع المدني والمدينة كان فيها حوالي عشرة آلاف ساكن منهم ألف مسلمين و آلاف من اليهود والبقية غير مؤمنين وتعايشوا وتعايش الرسول صلى الله عليه وسلم معهم عليه وسلم. وضبط قانونا هو وثيقة المدينة وفصل فيه الحقوق والواجبات نعم. وعاش الناس في أمن وسلام نعم. هكذا ينبغي أن تكون مهمة الدين ووظيفة الدين ووظيفة المنبر وظيفة توعية ووظيفة أخلاقية وظيفة سامية لا تناصر جهة على جهة إلا بالحق يعني إذا كان أخي نوري شعري معه الحق أنا أقول معه الحق وإذا كان أخي محمد المديني معه حق أقول معه حق هذا هو وظيفة الإمام ووظيفة الرجل العلم الشرعي نعم. لابد أن يكون صادقا مع نعم. الله ومع نفسه وإزاء الوطن وأن يخدم المصلحة العامة اليوم سي أحمد ترانو مسجدنا تفطلع بهذا الدور كل مسجدنا كل أيامتنا لكل مجتهد نصيب قد يكون هناك تفاوت ولكن هذا هو المطلوب نحن هنا من واجبنا ان نقول ان المفروض هكذا لكن انا لا استطيع ان ارصد ما يحدث في المساجد كلها من الائمه من يقومون بهذا الدور على احسن وجه ونحييهم تحيه خالصه ونحييهم تحيه كبيره نعم وقد يخطئ البعض منهم فهذا لا يحسب على كل الائمه اذا ما اذا ما اخطا البعض في انه ربما انحاز او ربما تحدث لمصلحه طرف دون الاخر فهذا ليس هو الحال المشهد العام الديني ما. الدعوي الوعظي في مساجدنا ولابد باش المساجد تكون تغلب مصلحة الشعب ومصلحة الإسلام ومصلحة الوطن على كل الحسابات الأخرى الشخصية أو المذهبية أو في الدين ما. لا يجوز أن معناها أن نقول أن مذهب هذا خير من مذهب هذا. فما بالك أنه في المجال السياسي اللي هو مجال حياتي معناها ويحتاج إليه الناس نعم. في حياتهم. نعم، هو الاختلاف وارد سي محمد، الاختلاف وارد جدا بين الشخص وشخص آخر. وطبيعي أن يكون هذا الاختلاف موجود لأن الدنيا تقوم على هذا الاختلاف وعلى هذا التمايز، ورب خلقنا درجات، ورب خلقنا لكي نختلف ولكن كيف نستطيع ان نرتقي بخلافاتنا بمشاكلنا بربما تعرضنا في بعض الاحيان في بعض المواقف كيف نستطيع ان نرتقي الى مرتبه التعايش السلمي رغم هذا الاختلاف سي محمد والاختلاف طبيعي ولا نكره فيه نعم وهو خصيصا من خصائص الكائن البشري الانسان من طبيعته انه يختلف مع أخوه, مع أخوه الانسان. وباهي انه يعني الانسان ساعات يختلف باهي ساعات. هكا هك هو الطبيعي ما. لان احنا في عائله واحده في دار واحده وتلقى الاخوه يختلف الواحد على الاخر هذا حاجه حاجه طبيعيه. في الدار الواحده بالله ونواصل دائما في الحديث سي محمد عن ناس ترسيخ ثقافه الاختلاف في تربيتنا معناها احنا في الاسره وفي العائله نقوم بهذا الدور هذايا في ترسيخ ثقافه الاختلاف ساعات ما بين الخو ووخته ما بين البو وولده في بعض المواقف موجود هذايا ولا لا؟ بالضبط التعايش واحترام الراي المخالف هذه ثقافه والثقافه تحتاج الى تربيه وحقاقا للحق على ان المشهد التونسي كيف ما هو موجود توا في العائله الاختلاف اللي في جانب اللي جانب منه مقول جانب كبير، جانب منه ما ثماش ما ثماش التعايش نلقاه يتحول فيما بعد الى المجتمع، يتحول فيما بعد الى وسائل الاعلام، يتحول زاد كيف كيف عند الاحزاب السياسيه وهذا الحال اللي تعيشه البلاد، نعم. هذا الحال اللي تعيشه البلاد، تحدثني الساعه على وسائل وسائل الاعلام، وسائل الاعلام دورها كبير في ان ترشد وان تهدئ الاوضاع وان تجعل مصلحه البلاد فوق كل اعتبار، فوق كل اعتبار. تو في الوقت هذا اللي احنا في, في بلادنا في تونس راهو ما في حاجه اللي هذا غلط وهذا صحيح يعني الخلافات بين الخصوم ولا الفرقاء السياسي السياسيين يحسموها فيما بينهم اما وسيله الاعلام بالامكان ان تاتي بالضيوف والا بالساسه ولا بالمثقفين تنافسهم فيش مش يكون، تنافسهم مش في اختلافهم مع بعضهم وشكون وشكون الصحيح وشكون الغلط، تنافسهم في اللحظة التي نعيشها شنو ممكن يقدموه البلاد. إذا المشكل سي محمد مش في وسيلة الأعلام. نعم. المشكل والمسؤولية ليست في وسيلة أه. الأعلام، لأن يعني وسيلة الأعلام تنقل ما يحدث وتستدعي هذا وذاك. ولكن الحوار الذي أحياناً قد يصل فيه اختلاف نعم. وتشنج كبير نعم. هو نعم. الذي نعم. ربما يشنج من الأعصاب. ما هو اختيار الخي... مواضيع الحوار هو بالاساس اللي ماشي يوجه الحوار نعطيك الامثله نعطيك الامثله اكثر الأكثر الحوارات اللي تجرى في بعض القنوات الفضائيه نعم. معظمها سياسي ومعظمها ما نسمع الا لعيات وانت غلط وانت صحيح والشيء هذا موجود كواقع لبلاد لكن واقع البلاد ولكن واقع البلاد اثقل من هذا البلاد اليوم في حاجة إلى حلول اقتصادية نعم. البلاد اليوم في حاجة إلى أن يكون التونسي رحمة للتونسي في أن التونسي يحب التونسي بداية الثورة عشنا هذية وتوا توزعنا واختلفنا وافترقنا علاش أو أو قاعدين نراو تو الاختيال السياسي هذا نعم. هو نتيجة الخلافات وتأجيج الأوضاع من جميع النواحي نعم. وباش نقول وإحنا نحملوا جهة معينة لا وإنما نقولوا الجهات الكل تتحمل المسؤولية أن يكون في أن يكون الأفضل في وقتنا هذه الأفضل أفضل في عوضة لأن نتحدث عن الاعتصامات ونتحدث عن خروج الناس للشارع ونتحدث على أن واحد ناقم على الآخر واحد يحب يقصي الآخر مثلا ما شك التعايش راهم الأفضل أن نفكر في مستقبل هالبلاد من مصلحة البلاد على أن تمشي في اتجاه في اتجاه في اتجاه المجهول ام من مصلحه البلاد على ان الناس تقعد تتحاور مع بعضها وشنو الطريقه المثلى للخروج من هذا المازق لان اذا كان فلتت كيف ما صاير في مصر وصل وحدات في مصر وان شاء الله ما نوصلولوش ان شاء الله ما نوصلولوش اذا كان فلتت الامور ما بقى حتى حد يجي حتى حد يجي شده وهيك علاش وسائل الاعلام دورها كبير كيف ما هكا علاش زاد كيف كيف المنابر والمساجد والخطباء دورهم كبير في التهدئه وباش يبقى التونسي بالنسبه للتونسي التوجه نتاعو في اتجاه مصلحه البلاد يسأله. نعم، إذا سي أحمد الحل في الحوار. الحل في التقارب من خلال التوافق. الحل أنه الإنسان يصون خوه ويحافظ على خوه حتى وإن اختلف معه. نعم. رسولنا رسولنا الكريم صلى, صلى الله, الله عليه, عليه وسلم يوصينا في مناسبات عدة يقول وكونوا عباد الله إخوانا. فالمسلم للمسلم كالبنيان، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، نعم. أه؟ نعم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم. شوف ما أعظم هذا التشبيه أين الكبير. أين نحن من هذا؟ لابد أن نعرض أنفسنا على هذه القيم، على هذه الأقوال الخالدة والرائدة والمثالية في عالم البشرية. نعم. يعني لو انه كل انسان يخلي نفسه مكان الاخر وهكا شويه يتجرد من الاناء مشكلتنا انه عندنا تضخم في الاناء كل حد يقول لك انا صحيح ويحب يفرض رايه واذا ما عملوش برايه يحب يفرضه بالقوه قولوا له لا مش هذا هو الحل مش هذا الحل هو ان اذا اختلفنا ان نجلس وان نتحاور وان نتبادل الراي وان نحكم اهل الخبره يا سيدي اختلفنا في مجال معين النادي وأهل الخبرة من هذا المجال ونحكمهم في هذا وناخذ زبدة قول أهل العلم وربي أرشدنا إلى المنهجية السليمة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الذكر في أي مجال هذا هو هذا هو الحل اللي يخرجنا من الأزمة أما أن نبقى بهذه الحالة التي نحن عليها تجاذب وكل إنسان يريد أن يكون هو وكل إنسان لا يعجبه الآخر وإذا لم يعجبه الآخر معناها يفعل يدمر يخرب يحرق بس سيدي شنو اللي عملت أنت أحرقت مؤسسة تأسست بأموال الشعب بمالك أنت وسيعاد بناؤها بأموال الشعب وهوني الشعب خسر مرتين شكون ربح هوني اللي ربح هو الشيطان أه؟ ومربح حتى حد الناس كل خاسره ولذلك ما عندناش خيار اخر غير اننا نعم. نتقارب ونتصافى نعم. ونجلس للحوار و... وننبذ الحقد الدفين وما فماش علاش يكون فما حقد وإحنا مسلمين ما فماش علاش المؤمن قلبه سليم المؤمن لا يحمل غلا لاخيه المسلم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا هكا ربي علمنا في القرآن فلماذا يا ترى الناس هكذا ينسقون إلى هذه التصرفات وإلى هذا الصنف من السلوك اللي يخرج بنا عن دائرة الدائرة اللي من المفروض نكون فيها نعم نختلف نعم نسخن على بعضنا شوية نعم شوية هذا وارد شوية مش برشا شوية <applause> يعني, يعني حدود لأنه يعني حدود في التعامل مع الآخر ايه؟ سنوري. معناها الى الحد الذي لا يخرج بنا عن فما فما خطوط حمراء الخطوط الحمراء هي أن لا تمتد يدي على اخي نعم. أن لا يمتد لساني على اخي بالسباب أه؟ لفظا او حركه وسباب المسلم ذكر ولا بالعنف الـ محمد ذكرنا بالحديث الشريف سباب المسلم فسوق وقتاله كفر والعياذ بالله يعني نختلف ونسخن على بعضنا ونتنرفز على بعضنا هذا وارد ونختلف والاسلام اعطانا حق ان نهجر بعضنا ونقعد متغشش عليك لا سمح الله لو تخاصمت وياك نقعد ثلاثة ايام ما نكلمكش اقصى وعن... تقدير احنا وعندي نعم. حق في ذلك اقصى تقدير ثلاثة ايام اقصى تقدير ولكن بعد ل... ثلاثة دقائق لي لابد بعد ذلك <applause> ان نتصافى وان نتسامح نعم. 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 لانه مهما كان حجم المشكل هو اهون نعم. من ان تنشأ علاقة العداء بين مسلم ومسلم هاي. مهما كان حجم المشكل شنو المشكل؟ ها؟ أه؟ واحنا يجمعنا وطن ويجمعنا الدين وتجمعنا اللغه نعم. وتجمعنا الاعراق نعم. ويجمعنا مقومات جميله جدا لماذا يا رسول الله عليه عليه فسد هذا الكل هالقيم الجميله وهالروابط الاصيله وال نعم. والسمحه والكريمه أه؟ نلقي بها عرض الحائط ونهبط في بعضنا هكذا بهال نعم. هذا وبهالشكل هذا فعلا اللعنيفة. فعلا سي احمد ولاحظوا مشاهدينا الكرام انه لا نتحدث لا على حزب ولا نتحدث على هيكل ولا احنا قاعدين نتحدث عن فئه دون اخرى نحن نتحدث عن قيم تجمعنا وهذا هو اللي يهمنا وحتى من خلال ما يوصلنا الان في تفاعلكم المباشر مع هذه الحلقه الاستثنائيه والمباشره من المشاهدين الكرام ثم تفاعل كبير اللي يقول فيه المشاهد الكريم انا ابحث عن ان اعاضد الاخر ابحث عن ان الاخر ايضا يكون بجانبي يساندني اذا نبحث عن ما يجمعنا سي محمد ما نبحثش عن اللي فرقنا اللي فرقنا ممكن يكون موجود صحيح نختلف فيه ولكن نبحث عن اللي جمعنا وخاصه سي محمد احنا في شهر كريم يزمنا نستلهم من حكمة هذا الشهر الفضيل ومن مدرسة الصيام اللي نحب إن شاء الله نخرج منها غانمين إن شاء الله فائزين شاء الله. ولكن نخرج منها بيس بيس نخرج منها والله تو أنت أشرت إلى تدخل بعض الكلاب. المشاهدين صحيح. من خلال الفيسبوك نعم وصلنا ذلك نعم من خلال, خلال صفحة نحب نحبوا نعاضوا بعضنا ونحبوا وبالفعل هو طبيعة التونسي نعم على أنه راهو يقف بجنبه أما الأجواء على المستوى السياسي وعلى المستوى الإعلامي هي اللي خلات ثم 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 مفارقة وثم قطيعه كادت تكون قطيعه بين اهتمامات السياسيين ومصالح السياسيين وبين هموم هموم المواطنين هم الشعب 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 قلق من من السياسه ومن السياسيين بالكيفيه اللي قاعدين نراو فيها فعلا فعلا وهذا فعلا موجود راه الحقيقه نقولوها نعم والشعب يحب شكون يجمعهم مش يحب شكون في الرقم صحيح والناس توا اسمعني الناس توا اما احنا اما احنا نحاولوا نحاولوا باش نوجوهم للتي احسن باش بالتعقل بالخطاب اللين بالرفق بالرصانه وهذا هو دور السياسيين. نعم. ثم نتصور ان ثم قواعد نتاع ديمقراطيه. القواعد تقول لك لك ان تعبر عن رايك وان تدافع عن حقك في التعبير عن رايك. نعم. لكن في اطار ماذا؟ في اطار هاك القانون اللي يخضع له الجميع. يخضع له الجميع ان وقت اللي مش كما قال سي احمد مش نعتدي على الممتلكات العامه ولا مش نعتدي على الممتلكات الخاصه ولا مش نمنع على الناس على انهم يشتغلوا ولا يعملوا شنو هي النتيجه لمصلحه من يحصل هذا في نهاية الأمر الخاصر الأكبر هو الوطن والخاصر الأكبر هم هك الأجيال, الأجيال القادمة لأننا ننظر الآن إلى أقدامنا ولا ننظر إلى المآل وإلى المستقبل راهي تونس في حاجة إلى جميع أبنائها وتونس في حاجة إلى أن يتحاور أبناؤها وتونس في حاجة إلى أن تبتعد وأن تتجنب هذا التقسيم المقيت هذا التقسيم المقيت إما أن أوجد إما أن أوجد وبجميع الطرق وإما أن أفعل ما أشاء هذا ماهوش منطق. احنا نحب الناس الكل موجودين. الناس الكل موجودين. الناس الكل. لانه مجتمع متماسك بافراده الكل. هيك علاش دور وسائل الاعلام وهك علاش دور المنابر على ان تونس هذه تسع الجميع نعم. اذا كان ثم تنافس بين ابنائها وجماعاتها واحزابها ومنظماتها وتنظيماتها، اذا كان ثم تنافس ويظهر لي انا المواطن البسيط فمن خلال ما يقدمه للبلاد ومن خلال ما يقدمه للعباد. أما إذا كان من أجل الكرسي ومن أجل الوصول إلى الكرسي وتولي البلاد هي العرضة للفتن وعرضة للانقسام والأخطار هذا ما قالش به ربي نعم. وشهر هذا فضيل نعم. الناس قراب الربي الناس قراب للدين راهو الناس مهيئين لمثل هذا لكن احنا توجهنا وقولنا ودعوتنا لشكون للمثقفين وللسياسيين وللنخبه الموجوده في البلاد على ان بلدنا هذا لا يتحمل اكثر. نعم. راهو لا عندنا موارد ولا عندنا طاقات ولا عندنا امكانيه طبيعيه. نحن نعم. احنا قوتنا في ذكانا. قوتنا في في البشر راس المال البشري راس المال البشري وذاك هو راس المال الحقيقي ولازمنا نحافظ عليه وما عليه الا بالحوار مش بالعنف نعم مشاهدينا الكرام انتم ديما في حلقه استثنائيه وخاصه على قناه القلم في برنامج زدني علما وهذه التجربه الاولى المباشره اللي تخوضها القناه معكم فرحانين بتفاعلكم معنا وان شاء الله ما ناس ساعات على خلال فني يطرا على الصوره لانه كما تعرفوا هذه التجربه الاولى واحنا فرحانين بانه نتواصل معكم مباشره في هذه الحلقه سي احمد ذكرت انه التعبير عن الراي مطلوب وايضا التعبير عن الموقف مطلوب وحتى وان اختلفنا مع بعضنا هذا جيد ولكن كيف نعبر عن الراي هذا هو اللي لازمنا نتفق فيه ربما والصيغه اللي نبحث فيها حتى تكون الناس الكل فايزه والوطن هو الكاسب نعم والساكت عن الحق شيطان اخرس نعم. ولكن ينبغي ان يعبر عن الحق نعم بالطريقه التي توصلنا الى الحق والى شاطئ السلامه هناك من يريد ان يصل الى الحق بأية وسيلة نعم. لا هناك طرق كثيرة تؤدي لاسترداد حق أو للوصول إلى غاية ولكن ليست كلها مشروعة ليست كلها في مستوى تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان هذا الذي كرمه هذا الذي فضله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا إذاً لابد ان يكون السعي الى الحق سعيا جميلا والسعي الجميل هو بالكلمه الطيبه بالدعوه السليمه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وسبيل ربك ليس بالضروره الشعائر الدينيه معناها الكلمه راهي جامعه وشامله نعم. ادعو الى سبيل ربك سبيل ربك عدل ونظام ونظافه وبيئة يطيب فيها العيش لا. ونشر علم وحفاظ على الصحة هذه سبيل ربك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة مش بالتكسير والتخريب والتحريض التحريض راه أكبر أكبر داء هو التحريض هذا التحريض الذي يعمد إليه البعض مع الأسف وقل لهم ستتحملون مسؤوليتكم امام الله سبحانه وتعالى نعم. لانه خاصه اذا كان جهاز نعم. التحريض وقناه التحريض هي قناه تتوجه الى شريحه كبيره من الناس نعم. كيفما كانت مسجدا او قناه فضائيه او اذاعه او جريده او في موقع اجتماعي او ما شابه ذلك لانه هذا احداث فتنه وأحيانا بعض الناس يسألون عن قضية البدعة وكيف نغير هذه البدعة ربما في المساجد أو في سلوك الناس أنا أقول لهم الأخطر من تغيير البدعة هو إحداث الفتنة نعم. فإذا أردت أن تغير بدعة فتحدث فتنة فدع هذه, الب... هذه البدعة نعم. أريث ما يهيئ الله سبحانه وتعالى التخلص منها نعم. نعم. وحرص أشد من القتل والفتنه اشد من القتل نعم. ذكرت في القران بهذه الصيغه نعم. وذكرت بصيغه اخرى والفتنه اكبر من القتل نعم. اشد واكبر اذا هي اشد في القوه واكبر وفي الحجم نعم. شفت نعم. كيفاش صحيح. الفتنه يعني انه انسان يحرض او انه يحرض بطريقه مباشره او غير مباشره نعم. والتحريض غير غير المباشر اخطر أخوة. لانه اي لانه فيه ايحاءات وفيه تأليب النفوس هذا هو الخطير نعم. واللي ندعو ابناء شعبنا الطيب ان لا ينخدعوا وان لا ما يقعدوش هكاك ينساقوا الى شعارات والى اقوال والى الحماس نتاعهم ياخذهم الى درجه معناها يفقدوا صوابهم نعم ويخرجوا عن الـ نعم عن الخطوط المعقوله الخطوط المعقوله اللي هي فائده الوطن ومصلحه الوطن فوق كل اعتبار نعم. الحال نعم. البرنامج شارف على النهايه مشاهدينا الكرام مش نترك المجال لضيفينا الكريمين كلمه الختام لكل منهما سي محمد شنو نجمو نتوجه الى مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه اللي خصصناها في موضوع حرمه النفس البشريه وخاصه كيف نستطيع ان ندير خلافاتنا ونرتقي بها الى مستوى التفاعل والتكامل والتعايش السلمي. والله افضل ما يمكن ان نقول في خاتمه هذه الحصه على ان بلادنا هي امنا وامنا واجب علينا ان نرعاها واجب علينا ان نقوم بواجبنا تجاهها. حتى ها. وان اختلفنا هذ هذ الاصل. هذ هذا الاصل هذا الاصل هذه هذه الاولى اثنين لا. اذا كانت الام هي اللي تجمع احنا راهو نختلف ولكن اختلافنا لا بد ان يكون ضمن القواعد قواعد, قواعد, قواعد الديمقراطيه ولأن العنف والتكسير والتهشيم والاعتداء الى غير ذلك هذه راهي النتائج نتاعها وخيمه جدا بالنسبه للافراد وبالنسبه للمجتمع والاجيال مش تدفع الضريبه ولا نريد ذلك صلى ان شاء الله اسال الله تعالى ان يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن امين يا ربي ان شاء الله سي احمد كلمه الختام نتركها ليك في نهايه حصتنا الليله كلمه الختام تجول بالخاطر افكار كثيره ولكن نحب نقول نحب نقول لاخواني فلتقل خيرا وأنت والأخواتي. من الخير وانتم واخواتي الله. بارك الله فيك يعني الوطن امانه بين ايديكم يا خياني الوطن راه أمانة بين يديكم وليتحمل كل مسؤوليته الأمانة ليست سهلة وربي سبحانه وتعالى عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان ولا بد أن نكون في مستوى هذه الأمانة وأمانة للتاريخ والأجيال اللي مش تجيب عدنا مش تقول علينا ولذلك كل واحد كيف يحط راسه على المخدة ويجي يرقد يحاسب نفسه ماذا فعل وقت يجي يتكلم كلمة يعرف هذه الكلمة مش توصلنا كان مش توصلنا للخير قولها ما كانش نعم. أسكت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت نسأل الله أن يهدي الجميع لما فيه صالح العباد والبلاد نسأل الله أن يحفظ وطننا العزيز يمي. يمي. من كل سوء نعم. نسأل الله أن يرحم الشهداء وأن يرحم يمي. كل الذين قضوا خدمة لهذا الوطن وجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين شكرا لك سي احمد على حضورك بيننا في هذه الحلقه الاستثنائيه شكرا ايضا لضيفنا الكريم ومعدل البرنامج سي محمد المدنيني مع التحيه والتقدير شكرا لمشاهدينا الكرام اللي تفاعلوا معنا فعلا من خلال ما وصلنا من رجع الصدى سواء كان عن طريق الصفحة الرسمية لزدني علما في الفيسبوك وإلا من خلال ما وصلنا في البريد الإلكتروني في هذه الحلقة الاستثنائية والخاصة لخاصتها قناة القلم وهي حلقه مباشره من العشر ونص الى حدود الاحداث ونصف حاولنا ان نعيش فيها معكم في موضوع وايضا نتفاعل مع ما تعيش بلادنا على خلفيه الاحداث على اثر اغتيال النائب الشهيد محمد البراهمي ربي يرحمه ورب ان شاء الله يبقى علينا الستر دائما في وطن نرجوه ان يكون دائما جامعا للجميع مشاهدينا الأعزاء دائما نلتقي معكم على خير شكرا على تواصلكم معنا وفي حصة قادمة من زدني علما على قناة القلم نلتقي